السلام عليكم الاخوان، نتمنى كل شيء يكون بخير. فيديو جديد، واليوم غنديروا مشروع جديد ان شاء الله. كيف ما كتعرفوا الاخوان، يعني في هذه الاونه الاخيره ولاو شي مشاريع يعني اللي تعطاو عليهم بزاف الناس. ديما كتلقى بزاف المشاريع يعني كيديروهم المغاربه، يعني اللي كتلقاهم متشابهين. مثلا دابا ملي بان ديك القضيه ديال 5 دراهم، كلشي ولا كيدير كلشي ب5 دراهم. كاع ما اللي حل شي محل كيحل داكشي ديال 5 دراهم. مواد التنظيف كذلك، فين ما مشيتي كتلقى بصحاب مواد التنظيف، الخبز ديال البلدي، يعني فين ما مشيتي كتلقى الخبز ديال البلدي. يعني هادشي علاش كيدل على ان هاد المشاريع يعني خدامه مزيان. يعني كلشي مادام كتلقى محل هنا ومحل هنا، كلشي كيدير بحال بحال، او لا في اي حي ضروري ما كتلقى من هاد واحد من هاد المشاريع اللي قلت لكم. يعني الا كيدل على واحد الحاجه انه يعني صامرش مزيان. وغادي نرجعوا واحد القضيه هضرت عليها في واحد الفيديو البارح، اللي هي ان هادشي كيتكونسوما يعني من الاساسيات ديال الناس. يعني بحال مثلا الخبز البلدي من الاساسيات ديال الناس، يعني فما مشيتي غادي تلقى الناس كيديروا يعني هاد الخبز البلدي. نجيو المواد التنظيف، هو المشروع ديالنا اللي غنهضروا عليه اليوم، حتى هو يعني من الاساسيات، يعني اللي كتكونسوما بزاف. اخوان، هاد المواد التنظيف غنهضروا عليه اليوم، مشروع اللي زوين يعني وفيه ارباح اللي زوينه، ولكن شورو ماني ماشي غير غادي نقول لك راه فيه الارباح صافي، راه من نهارك غادي تحل ذات المحل وغادي تبدا خدام صافي راه غادي تربح. لا، اي مشروع عنده واحد الاساسيات ديالو خصك تشي عليهم، الا ما درتيهمش راه ما عمرك غادي تربح، كون متاكد. ولو انك تكون مجهز المحل، ما عندك راس المال صحيح، راه ما عمرك ما غتخدم. الاخوان، هذا المشروع خصك ضروري تختار واحد الموقع اللي يكون مروج بزاف، يعني يكون فيه من الناس كيف ما كنقولوا مثلا حدا شي سويقه، حدا شي سوبر مارشي، يعني شي بلاصه اللي فيها الرواج بزاف، وشي بلاصه اللي شعبيه، يعني فيها الناس شعبيين، يعني هما اللي كياخذوا هادشي ديال المواد التنظيف. اخوان، هاد المواد التنظيف ما تحتاجش شي راس مال اللي كبير بزاف، يعني راس مال المهم في حدود 1-2 مليون، يعني تعمر لك المحل مزيان. يعني ما مواد التنظيف شي حوايج اللي خاص، يعني 3 دراهم 10 دراهم، يعني 2 مليون راه كافيك تعمر لك المحل من أ حتى لزد. الاخوان، المحل اش ما تحتاج؟ يحتاج شي ديال 5 دراهم، يعني كيحتاج لي زيطاجير. غنعاود نقولها، هاد لي زيطاجير الاخوان ما عمرك تمشي تشريهم جداد. ديما كنقول هاد القضيه، يعني باغي تبدا في اي مشروع ما عمرك تشري واحد الحاجه اللي جديده، حيت الا مشيتي تشريتيها جديده ديما غتلقى معاك واحد الثمن اللي طالع بزاف. ديما نقلب في الفيسبوك في افيتو، طلع كلشي كاين اللي كيخدم واحد المشروع ما تيتمشاش ليه كيبيع داكشي. وبالخصوص هاد لي زيطاجير يعني ساهلين باش تصايبهم، تقدر تاخذ غير داك لاسي ديكور، يعني الورقه كانت كدير 400 درهم دابا وقيلا دايره شي 500 درهم. عاد نشوف المهم على حساب المساحه ديال المحل، تقدر تحتاج 2 ورقات 3 ورقات، المهم على حساب المساحه ديال المحل. وغادي تحتاجوا الاخوان لي سيبور اللي كيمسقوا في الحيط، هادوك راه كاينين على دي روغري، يعني راه كدير تقريبا شي 30 درهم الوحده، كل وحده راه كتكون فيها شي 2 متر تقريبا. ودوك البياسات اللي كيتحطوا عليهم لي زيطاجير، يعني راه كيتباعوا حتى هما بوحدهم، راه كيديروا شي 15 درهم من البياسه. هادشي اللي غتحتاجوا الاخوان، يعني الا درتوا هاد القضيه راه غيتقاموا عليكم لي زيطاجير خاص، وكاينين عاوتاني لي زيطاجير ديال الشركه، هادوك كيتقاموا غاليين شويه. يعني هادوك لي زيطاجير بوحدهم غادي خصك ليهم واحد 20,000 درهم ولا 15,000 درهم، يعني غتقام لك القضيه غاليه شويه. من الاحسن دير هاد جوج حوايج اللي قلت لك، يا اما تشريهم قدام، يا اما تشري هذاك الستراسي ديكور وتقطعو وتخدم بهم كيف ما الطريقه اللي قلت لك، غادي تقاموا عليك رخاص شويه. نجيو الاخوان، السلعه كاينه اللي رخيصه وكاينه اللي غاليه، يعني غديرهم بجوج، ولكن الاغلبيه غدير السلعه اللي رخيصه بالنسبه لك انت حي شعبي، يعني غدير السلعه اللي رخيصه شويه وموين، وديك اللي كاليتي مزيانه غتجي منها غير شويه، يعني ما غاديش تكثر منها. يعني كل كليان والذوق ديالو، وفي نفس الوقت غادي تشوف انت الحي اللي غادي تماشى، يعني الكليان اللي غيجيو عندك كيفاش دايرين. ديك الساعه انت مع مرور الوقت غتولي حافظ الكليان، يعني اشنو اللي كتمشى، اشنو اللي كتمشاش، اشنو اللي كيبغيو، اشنو اللي كيبغيوش. يعني ضروري في البدايه غناخذ من كل حاجه شويه، ولكن غنكثر من الحاجه الرخيصه. علاش؟ حيت هي اللي غادي تمشى لك بزاف، وغندير المتوسطه حتى هي نكثر منها شويه،
والحاجه اللي غاليه راه غنجيب منها غير شويه وتقضي الغرض. بخصوص السلعه الاخوان راه كتباع ديما تنقول راه باينه بلاصه الجمله، كاين كراج علال كاين دربعوم، كاين كراج علال ودربعوم يعني هادو هما بلاصه الجمله. من بعد ملي كتعرف في المحل راه كيجيو عندك شركات يعني بالنسبه لي مارك اللي معروفين وتا بالنسبه لي مارك اللي ماشي معروفين، يعني ديك الساعه كيدوجيو عندك الشركات اللي كيبيعوا هادشي ديال المواد التنظيف، كاين اللي كيصايبوه الراس وكاين اللي كيجيو كيستوردو، يعني راه كيجيو عندك ديك الساعه وانت كتختار، يعني عينك ميزانك كتشوف الاثمنه اللي كاينه في السوق والاثمنه اللي كيجيبوا لك هما. تقدر تقدر عندهم واحد الاثمنه اللي ناقصه بزاف على باش كتقدم السوق، يعني المهم حتى ديك الساعه راه غتشوف عينك ميزانك اللي غيبان لك رخيص غادي تقضي الغرض معاه. كدير معاهم كذلك ليكوش تما كيديروا مع مواد التنظيف ديك المناديل الورقيه تا هما، يعني كاين شحال من حاجه كتزيدها مع هاد الاكتيفيتي يعني كتمشى حتى هي. والاخوان نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو، ويعني كيف ما قلت لكم هذا المشروع يعني مشروع زوين، ولكن خاصك يعني تختار واحد البلاصه اللي مروجه بزاف الا بغيتي تمشي لك. وهادشي اللي كاين الاخوان، نتمنى الفيديو ما يكونش طويل، والى فيديو قادم لمشروع قادم. السلام عليكم.